مساء الخير، وين ما كنتوا برفقتنا بحييكم مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، فيها آخر أخبار الطلاب. منبدأ الحلقة مع صف كارلا رميا يلي غنوا فيها الطلاب أحلى أغاني الشحرورة صباح. رح نعمل هوماج لصباح، لأنه بتعرفوا كلكم أنه نحن بلبنان خسرنا حدا كبير، وأنتوا كنتوا السباقين بتكريمه بتاني نهار من وفاتها. كنا بالبرايم عم عملنا أغنيتين تنكرمها، بس اليوم حبيت هيك بالصف لأنه أنا أستاذة غنى شرقي أنه نعمل شيء نحن منعلمه بالجامعات، بجامعاتنا، بصفوفنا، اللي هو العتابة والميجنة، ولسيما اليوم حب نعمله على طريقة صباح. نحن اليوم العتابة والميجنة هن شكل من أشكال الفولكلور اللبناني، وأكيد كلكم سمعين ميجنة وعتابة. رح لكم شوي على طريقة صباح، وبدنا نحاول كل واحد منكم يجرب يقوله شوي بطريقة صباح، هيك بنكون عم نكرم هالإنسانة اللي كتير مهمة مرقت بحياتنا الفنية العربية، مش بس بلبنان، لأنه بتعرفوا هي شو عملت بمصر طبعا، وانطلقت من مصر بالتحديد. وبحب إنكم تتعرفوا على هذا النوع، لأنه كمان بيبين عن مقدرة صوتية، وهي كتير كانت تبين عن مقدرة صوتية، لأنه كان عندها شيء بيميزها شوي عن غيرها، هي هالهنك اللبناني الموجود بصوتها، وبلس النفس يلي كانت تغني فيه، يعني كان فيها تمد جملة طويلة عريضة بنفس عن جد ممكن ما حدا بعد هلا بيقدر يعمل اللي عملته هي. اوكي؟ رح نحاول شوي نقول هالبيت العتابة، وهي على فكرة هيدا قيلته هي بأغنية عن ندى الندى، كلكم بتعرفوا الغنية. يا كرم اللي كنت طيب وحالي أيام الهوى الحلو وحالي أيام الهوى الحلو أول مرة وحالي أيام الهوى الحلو وحالي يا ويل ويلي يا ويل ويلي يا 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 وعن ندى 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 والورد انفتح عخدة من مع عيوني ياكي يا جبال العالي لا هدى وعن ندى 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 والورد انفتح عخدة ولو ما عطيوني واكي يا جبال العالي مهدة وعن ندى 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 والورد انفتح وان ما عطيوني ياكي يا جبال العالي لا غدة وعن ندى 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 والورد انفتح وغدة وان ما عطيوني ياكي يا جبال العالي وعن ندى والورد انفتح وان ما عطيوني ياكي يا جبال العالي لا غدة وعن ندى 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 والورد ندى كانت حد العين وسألناها الغايب وين ندى كانت حد العين وسألت هالغايب وين غمزت حبها بالعينات وبدها تحكي وما بدها عن ندى 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 والورد انفتح وخدها وما عطيوني ياكي يا جبال العالي لا غدها امبارح بالحلوة تلاقيت هيكو مدري شو حسيت فرح بالحلوة تلاقيت هيكو مدري شو حسيت ولمن عزمتني عالبيت ما عاد قلبي يتهدى وعن ندى 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 والورد انفتح عالخدة وان ما عطيوني ياكي يا جبال العالي لا هدى يا جبال العالي لا هدى يا جبال العالي لا هدى كل الناس بلبنان بتعرف عن ندى، كل الناس بتعرف وداخل عيونك حاكينا ولولا عيونك ما جينا وصلتينا لنص البيت وقطعت الحبل فينا ويلي 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 وجيب المجوز
بالبارود. ومرحبتين ومرحبتين وين الهدف بك وين وين محمود وين محمود وين الياس وين حسين عبد الله يا يما عبد يا وديني وبدا البيا جينا نبيعك بوشتو ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت جينا نبيعك بوشتو برافو ضبطت ضيعنا القلب ببيروت يا شباب شباب الضياع الضياع يا ما الضياع ازاي بس ازاي بتوب يا عيني ازاي ازاي عاشقة وغلبانة والنبي عاشقة ومسكينة والنبي ما اقدرش افوت والنبي ده انا كل حاجة سامحها صارت الزنة وعلى البساطة البساطة يا عيني على البساطة قديش مستحلي يا عيني جنبك يا والدراويش غديني خبز وزيتونة وتعشيني بساطة يعني في أغاني رائعة على قد ما نخفف منها ويا نيانا يا نيانا يا حبيبي أموت أنا الأغاني الحلوة اللي الناس تعرفها وبتحبها. خلونا نتوقف مع أول بريك وبنرجع بعده لأخبارنا. منتابع يوميات ستار اكاديمي مع اخبار غادة يلي قررت تحضر مقلب للشباب هني ونايمين. خلونا نتابع. رح يقتلوني رح يقتلوني مش رح يخلوا شي فيني رح يموتوا الشباب. بلشوا التحضيرات غادة غدغد أندر كفر فرجيهم الشباب اليوم شو رح أعمل فيهم. فيني أخذ سيلفي؟ قولك حلو؟ خفتي ليه خافت؟ ليه خافت؟ بما أنه أنا إلي أسبوع خاطفة درة فقررت أنا إن قبل ما ترجع مرجع درة بكرة إني أعمل درة إني أقتلها هيدا اللي حاف تبع درة. شباب رحت تخوفهم لقيت الاستاذ مينا فايق الاستاذ إلي عم يكتب بالضلمة شيء يعني عم يشوف هو كتير يعني عم يكتب بالضلمة سو مينا حس فيني يخلي حرام
عليك ليش ما خليتني؟ احنا هلا رح ننطر للساعة 2 حديت ما يطمنوا وبرجع اعمل المقلب مرة تانية رح تزبط. على خير وناموا الشباب، لكن هل رح يقطع صف مارسيلينو على خير مع غادة؟ منتابع. هاي بونجور. صباح انت شو الاخبار؟ ماشي بدي لا نايمين لا تاخرت. ايه مش مسموح مش مسموح تاخير. تاخير امبارح واليوم واول امبارح؟ لا اول امبارح واليوم هوديك كنت هون اليوم الوحيده اللي وعيت فيها مؤخر وعيت 10 الا ربع. ليش مش مسموح؟ لانه والله يا ست غادة بيت اجى كل الموسم كل يوم على الوقت على الوقت جيتوا كل مره تنطروني هلا صار دوري انا نطركم. لا مش مزبوط هالحكي. اوكي نطرنا انت اليوم نطركنا بكره مش مزبوط. مش مشكلة بتقفي تحكي مع أهلك كله في عالم بيكونوا لهون بيكونوا هون على الوقت يعني عادي. شو؟ آخر همك؟ مين؟ بدك نمنع عليك بسلام بتحكي معي أنا؟ إيه آخر همك تحكي مع أهلك؟ مين قال لك هالقصة؟ ما أنت قلتي لي عادي. أنا ما كنت عم بحكي هلا أنا كنت عم بقول إنه في عالم بيكونوا على الوقت سو أنت لازم تكون على الوقت. سوري يعني استاذ بس إنه ما فينا ما بقبل بكره نيكست ويك اذا بتتاخر ما راح اجي على الصف. ايه بصراحه احنا هيك قررنا خلص جي ديسيدي. قررتي؟ ايه اوكي بالجمعه احنا نقرر. انا هلا كنت فينا نام شي 30 مينوت شفت ضيعت علينا اذا مش اوفر. يلا شوي تركز. شو لهجتك تغيرت الي؟ صرت شرير. يلا 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 غادة بليز. وصلنا للآخر وهم الطلاب عم يكبر بس اللي ما ممكن يتغير هو حصة الرياضة الصباحية. في دلع بالأول بس مع مارسيلينو وقت الجد جد ولابد من التمارين اللي كلها نشاط ومنافع. اوكي بالويت ناخد واحدة منهم. عدم؟ ايه بكرة مش عارفين معك بالسبور. عن جد؟ ايه معنا مدام ميري؟ صار كل يوم بالصبح عم يمزح عم يمزح اكيد عم يمزح. تاني بريك بحلقة الليلة ومنتابع من بعده مشاهدينا خليكن معنا.
عودة لمتابعة أخبار الطلاب. غادة وليا عم بيشعروا بحالة ملل، والسبب أنه عدد الطلاب صار قليل والحركة بالأكاديمية صارت خفيفة. كلنا مش ناك عم بنام بكير، ما في شي نعمله. في كتير أشياء نعملها، بس إحنا نفكر إنه مثل هديك الفكرة اللي قلت لك، البوكس نحط فيه أسامينا كلنا، مثلاً نعمل هيك نترك إنك نضحك. ما فينا فيني أنا أهتم فيكي، بس خليكي تضحكي إنه إف. في إشي أساس كتير نعمله، أساس كتير بالنسبة لي. أنا في أساس كتير بالنسبة لي نعمله. إنه صار أكاديمي مش نوم وأكل وغنى وبس وروح وخلص. لا، إنه لازم نعمل شيء، إنه لازم حسيتها إنها ميتة، الأكاديمي ميتة. صار لها زمان ميتة أصلاً. إنه لا، بس إنه أنا جي في ماكسيموم بور فير دي بتيت سواري. اوكي، انا عم بعمل اذاعه وهيك واساس نضحك. اوكي، بس لازم نكون ايد واحد. احنا خمسه هلا، انه بكره يعني الجمعه هاي يوم الخميس رح يصير اربعه، يعني لازم انه لو نضل اربعه وهيك واحد فوق واحد تحت، شو كيف؟ ليش ما نكون اربعه؟ اكيد لازم نكون دايما سوا. جد زهقت، انه زهقت مش انا زهقت، اي زهقت، انا زهقت العالم اللي برا. شو الطلاب دايما بيتشاركوا الافكار سوا لو شو ما كانوا عم يعملوا، حتى لو كانوا عم يجلوا. إلي صديقتي بعد اذنك، اول شيء انت في شيء كثير غلط قلت لك من 100 سنه عم تعمله، شو انه عم تجلي بلا كفوف، كل البكتيريا بتفوت بايديك وما بيسوا. احنا هون بس اصلا ما بديك اذا بدك تساعدني. لا بدي اجلي خلص، انا حجلي ومش رح انت. لا هيك، لانه انا بجلي انت بتنشف وتحطهم. يا مكان، ما رايك تجي تشطف الصحون وراي؟ مش احسن حبيبي؟ جاي حياتي. عن جد اذا بتحطوني هلا بتحت ما بقول لا. شو اذا تحطوني بتحت هلا ما بقول لا؟ ما عارف، حسس هيك. انا قلت انا تشغلك احسن ما تخفي. ولكن مش هيك بدي اجلي. لا ما بدي اخليك تجلي، انا بجلي. بس ما في ننشفهم، لانه ما في ولا يا جماعه. انا من هلا عم بقول لمرتي رح اتجوزها المستقبليه اذا عم تحضرني، ما بعرف انه انا بالبيت مثله بساعدها بكل شيء، تؤمر هي. كلهم عارفين حبيبي، كلهم شافوك. ما في انه رجال بيجي مثلا بخلي مرته تعمل كل شيء وهو بيتفرج عليها، لا ما في عندي. الله على الديمقراطيه. بليز خلينا نزقف له. مثل لحظه اطلع. الله خلقنا هيك مساواه بيننا وبينها، ما في فرق. حب هذا العقل. انا بدي الجميع اقول كل شيء تخيل. انا بالعكس يا جماعه، لا اكيد لا. موهبة الرسم عند إلي رفقته من بداية البرنامج، أما آخر أعماله الفنية فلوحة باسم ليا. يا شباب بابا عندي سان لايف، بس لازم آخذ بوز كثير. تفضلي كمان. ارتاحي. اوكي. لا اتون ما بعرف اتون ما بتلبك. اوكي هيك خلص، ما بدك تتحركي بقى. اوكي بس ما لازم اضحك لما اجي. لا ما عليه، هلا بدي بلش من عيني هيك. All alone, all alone. Now you tell me you need me, and
C'est trop beau, mon Dieu, Virginie. Yeah, nah, I'm kaffir. No, no, خلاص تعرف هلا ارجع جلس لو وجهه. بس اجي سي ما بوزيشن. No way, Eli. Oh my god. لا لا لا. مخيف. شفت انه الديفو كان لاجو هلا سي بارفي. يا جماعة شوفوا هذا الديسان. لا بدنا نظبطها بعد يلا. اخر بريك مشاهدينا بحلقه الليله بعده بنرجع نحن وياكم. القسم الأخير من يوميات ستار أكاديمي مع صف للفنون الإيطالية مع المدرب وسام أبي نادر. لكن اليوم رح أقول لكم شو رح نعمل. رح نرجع نعيد شوية صغيرة اللي عملناها هذيك مرة بس أكيد مع كومبينيشنز أكثر يعني مع بالعربي إذا بدكم نفسرها تركيبات مختلفة. رح نرجع نتعلم شوية لقطتين على الأرض تثبيت فبنثبت على الأرض وبعدين نرجع نعمل شوية فايت لحبيبي يلعب ضد يلا انا على بالي كسر كم حدا يلا على بالي كسر كم حدا اكيد مش انا بدنا نحمل حدا اول شيء انت على بالك تكسر حدا بس ركض بنحمل حدا شوي صغير يلا بضرب بنات يلا خليني ايدك لا تفوق اذا قلت لك انه بها شيء عم تكذب عليه هيك ليه بوش اب ليه تتشافي؟ ليه؟ طلع إيدينك إذا عم تعمل ما توقف تلقفي طلع إيدينك جاس و تلقفي صف الفنون الإيطالية مع وسام أبي نادر لابد من أنه نتوقف عنده الطلاب بحاجة لتوجيه كل الضغط اللي بدخلهم إلى رياضة بنفسه فيها وبيظهروا كل الضغط اللي عم بيعيشوه حياة الفشلاوي صعبة هذا كثير معجب رد محلها ما تخليها فوق حركات هجومية ومنا دفاعية بتساعد الطلاب ينموا مهاراتهم الاجتماعية ويزيدوا من قوتهم البدنية هيدك الحد فرجينا بس بدنا شاري بس توطي بس توطي هون عم بتحط عم تخسر شكرا كابتن بالتوفيق شكرا كابتن آخر أخبار الطلاب بتتابعوها مشاهدينا عبر www.staracaribia.com إلي ومينا ما رح يسمحوا أنه يمر ضرب غادة مرور الكرام وما يردوا لي كده خليك ده يا ليلي ماشي امسك يا عم الزفت يا عم بالبخش فوز هذا بالفوز الشرشف بالبخش أنا أصبع مهدي بس إلي عرفت كيف إلي إلي وشك كده كده عايز ظبطنا ده فوق خلاص خلاص
يا مش تبي تلعب مع الاسد يا اسد ما تلعبيش مع الاسود دينا هذا رح تبكي بعد اكثر ما خلصنا مينا هاتي بوس هاتي بوس بوس هاتي بوس هاتي انتي بوسة ده حلقتنا الليلة انتهت مشاهدينا أنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة باي باي Let's go.